السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، مواصلة لما بدأنا من مراجعة في اللقاء السابق، اليوم إن شاء الله نحاول نكمل باقي الجزء الأخير من المقرر. وقبل ما ندخل في الجزء الخاص باختبارات الفروض والتقدير، في بعض الشباب سألوا من المتغيرات العشوائية. بصورة عامة بنقول المتغيرات العشوائية تنقسم إلى قسمين: متغيرات متصلة ومتغيرات متقطعة. المتغيرات المتقطعة مثل اللي هي عرض الطلاب، غير أشياء متقطعة مثل عرض الطلاب، عرض السيارات، عرض الجامعات، عدد المساجد في المملكة العربية السعودية. هذه كلها تسمى متغير عشوائي متقطع. متقطع متقطع معناه بياخذ غيم صحيحة، غيم قابلة للعد، يعني ما فيه كسور، لا يمكن أن يكون فيه كسور أصلا، 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية، لكن ما في إيش كسور، إنما هي غيم صحيحة، يسمى متغير عشوائي متقطع. أما النوع الثاني يسمى متغير عشوائي متصل أو مستمر، وهو ياخذ غيم اللي هي صحيحة وغيم اللي هي كثيرة، يعني مثلا يكون 1.4 1.5 1.5، هذا كله يسمى بالمتغير العشوائي المتقطع. طيب، اذا في المتغير العشوائي المتقطع والمتصل عرفنا مثلا نوع المتغير، بس معنا اثنين. بعد ده دخلنا في حاجه اسمها جدول المتغير العشوائي المتقطع. هذا الجدول اخذنا عملنا جدول، تمرين جدول التوزيع الاحتمالي، وقلنا جدول التوزيع الاحتمالي هو عبارة عن جدول فيه عمودين: عمود خاص بالقيم الاحتمالية اللي هي نسميها حاء سين، وقيم المتغير سميناها سين. ثم قلنا من هذا العمود الهدف الأساسي إنه يعني أنا عندي شرطين أساسية لازم أحققه. الشرط الأول إنه مجموع القيم الاحتمالية كله بساوي واحد. الشرط الثاني إنه القيمة أي قيمة احتمالية ما تكون ثالثة ولا تكون أكبر من واحد، يعني أي قيمة احتمالية محصورة من الصفر والواحد. قلنا إذا كان أعطى قيمة موجودة كاف، نحسبه كيف؟ نجمع كل القيم الاحتمالية حاء س، العمود اللي فيه حاء س، نجمع كل القيم الموجودة فيه ثم نطرحها من الواحد، يعني واحد ناقص مجموع القيم الموجودة الاحتمالية الموجودة. هذا يعطينا على طول حاجة ما يسمى ب اللي هو مجموع القيم الاحتمالية كلها بيساوي واحد، بيعطينا كاف أو س أو ص أي متغير. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الغيم المتغير العشوائي اللي هو سمينا بحيث ما القيمة الاحتمالية، وقلنا القيمة المتوقعة، وقلنا القيمة المتوقعة هي عبارة عن عمود، هذا العمود فيه حرف الضرب س في حاء س، قلنا نضرب س في حاء س، مجموع هذا العمود على طول يسمى اللي هو سمينا به اللي هو القيمة المتوقعة. إذا القيمة المتوقعة في المتغير العشوائي المتقطع في توزيع الاحتمالي هي عبارة قلنا عن مجموع حافل العمود اللي فيه اللي هو إذا كان هذا عندي هذا عمود، إذا كان هذا العمود هذا اسمه سين، عندي هنا عمود آخر حيسميه حاء سين، سميه هنا حاء سين، وأنا قلت حاء سين في سين، أضرب هذا العمود، مجموع هذا العمود على طول يسمى بالقيمة المتوقعة. هذا مجموع اسمه القيمة المتوقعة، اللي هي بقول القيمة المتوقعة ميون رمضان ميون عبارة عن بيساوي مجموع العمود اللي فيه سين ضرب حاء سين ضرب حاء سين، هذا يسمى بالقيمة المتوقعة. أما التباين اشتغلنا عليه مثال، التباين استخدمنا عليه مثال، قلنا سميناه بالتباين سميناه بسيجما تربيع، سميناه بسيجما تربيع، وقلنا هذه سيجما تربيع بتساوي، قلنا نعمل عمود ثاني نسميه مج اللي هو سين تربيع، سين تربيع مضروب في حاء سين ضرب حاء سين، تمام، ناقص اللي هي القيمة المتوقعة ميو تربيع، ناقص القيمة المتوقعة اللي هي ميو تربيع. الكلام هذا راجعناه في اللقاء السابق، راجعناه الآن. أنا بس لازم في حد سأل قال كيف نقدر نعالج القيمة المتوقعة والتباين.
هذا هو القيود المتوقع وهذا هو التباين. ما أكثر من كذا شباب. المتغيرات العشوائية اشتغلنا عليها شغل كافي جدا جدا، اشتغلنا على مثال واشتغلنا على أمثلة كثيرة جدا، واشتغلنا على جدول كامل عملنا فيه القيمة الموجودة كاف، وفي الجدول عملنا كذلك كيف نقدر نحسب القيمة المتوقعة، وكيف نقدر نحسب التباين، وكيف نقدر نحسب الانحراف المعياري. ثلاث حاجات مطلوبة أصلا. واضح شباب؟ طيب الآن ندخل في الموضوع الجديد اللي هو بيتكلم عن المتغيرات العشوائية. سوري بيتكلم عن التقدير الإحصائي، نظرية التقدير الإحصائي اللي هي تحدثنا فيها عن اللي هي التقدير، وقلنا بس اللون لنوعين، قلنا التقدير الإحصائي إلى نوعين. ما هي يا شباب مراجعة؟ نحن كلام هذا كله قلنا في اللقاءات السابقة كله، وقلنا في اللقاء السابق برضه مراجعة لأنه عشان الناس نستفيد من الوقت أكبر، نحل فيه أكثر عارف من المسائل، بنحاول شوية كده نزيد من السرعة. يعني إذا قلت وقلنا السرعة أنا ما عندي مانع أشتغل معاكم واحدة واحدة، لكن أنا بخطة إنكم أنتوا تستفيدوا من باقي الزمن. يعني واضح شباب؟ طيب إذا قلنا في التقدير الإحصائي ينقسم إلى جسمين، الجزء الأول سميناه قلنا النوعين من أنواع التقدير، قلنا حاجة اسمها التقدير بنقطة والتقدير بفترة. قلنا السؤال ممكن يكون هنا في سؤال أقول لك ينقسم التقدير الإحصائي إلى جسمين هما اللي هو بنقطة وبفترة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن اللي هي أنواع التقدير قسمناها اثنين، ثم تحدثنا عن اللي هي قلنا التقدير بنقطة، يعني مثلا نقول لي هي نفس الحاجة الموجودة في العينة، هي تعبير عن المجتمع على طول. يعني إذا كان قال لي متوسط العينة كان بساعة 75، على طول بقول متوسط المجتمع بساعة 75، ما فيه زيادة أو نقصان، هذا يسمى تقدير بنقطة. النوع الثاني تم له تقدير بفترة، وقلنا هذا حنشتغل عليه وعملنا عليه مثال، قلنا عنده قانون. هذه الفترة سميناها بفترة الصيغة، وقلنا فترة الصيغة هي حنعتمد فيها على ثلاثة فترات، حنعتمد فيها على ثلاثة سميناها بمجال الصيغة أو فترة الصيغة. قلنا ثلاثة 99% اللي قابل لها قيمة زد أو ياء المحسوبة، ياء الجدولية، هذه الياء هي عبارة عن 2.58، 99% اللي قابلها 2.58، و 95% وبقابلها 95% بقابلها 2.96، وآخر حاجة 90% بتقابلها يا بتساوي 90% يا بتساوي 1.65. هذه ثلاثة قيم معروفة قلنا هي مجال الصيغة. طيب ثم بعد ذلك تحدثنا عن اللي هي في مجال الصيغة عندنا قانون قلنا معين للتقدير، هذا القانون حنعمل به، قلنا هو عبارة عن اللي هو القانون هي ميو الوسط الحسابي المجتمع بيساوي سين شرطة زائد أو ناقص ياء، ياء قيم عرفناها الآن قبل شوي، إما تكون 2.58 أو يكون 1.96 أو تكون 1.65، واحد من هذه القيم حتكون هي قيمة ياء. سين شرطة بتكون معطى، في ضرب عين الانحراف المعياري بيكون معطى، لون جذر لون حجم العينة بيكون معطى، يعني هذه الأشياء كلها معطى. سين شرطة معطى، البكتب معانا سين شرطة معناها الوسط الحسابي، وياء هي ياء الجدولية عندها قيم ثلاثة، إما 99% ياء بتساوي 2.58 أو 95% ياء بتساوي 1.96 أو 90% ياء بتساوي 1.65. ثلاثة قيم، عين الانحراف المعياري معطى، ونون حجم العينة معطى. هذه الأشياء كلها معطى، تطبق في المعطيات تحطها في هذا القانون على طول تعطيك القيم المطلوبة. إذا هذه القيم ياء أنا ذكرت لك 90% مع ياء بتساوي 1.65 و 95% مع ياء بتساوي 1.96 و 99% مع ياء بتساوي 2.58. طيب الآن عندنا مثال، حلينا هذا المثال قبل كده،
حلينا مثال ثاني وحلينا مثال ثالث والآن برضو حنحل هذا المثال. طيب قال تم تكليفك بتقدير متوسط الإنتاج اليومي للعامل في أحد المصانع غمت بسحب عينة عشوائية حجمها 64 عامل فوجدت فيها بمجرد ما وجدت أرقام هنا غالب حجمها 64 عامل معناها حجم العينة حيساويكم حجم العينة هو نون 64 نون بتساوي 64 يعني الآن أنا عندي نون بتساوي 64 طيب هذه نون وجدت فيها نون بتساوي 64 وجدت فيها متوسط الإنتاج متوسط هذا سمينا سين شرطة متوسط سمينا سين شرطة كما ظلم الرمز سين شرطة بيساوي 21 سين شرطة بيساوي 21 سين شرطة بيساوي 21 الانحراف المعياري لما ظلم الرمز عين الانحراف المعياري لما ظلم الرمز عين وقلنا عين بيساوي كم عين تساوي 3 عين تساوي 3 غدر بدرجة الشغل 95% لما تكون عندي درجة صيغة 95% معناها ياء بتساوي كم يا شباب؟ درجة صيغة 95% ياء بتساوي ياء بتساوي 1.96 1.96 هذه قيمة ياء أصبح كل الأشياء عندي معروفة نون معروفة سين شرطة معروفة عين معروفة ياء معروفة طيب بعد ما عندي شيء ما علي إلا أطبق في القانون اللي هو سين شرطة القانون سين شرطة مرة زائد مرة زاوية اللي هو يعني هذا المقدار مرة زائد ومرة ناقص إيش ياء هذه قيمة ياء معروفة ضرب هذه ضرب إلى أعملها في غوص ضرب عين هذه عين تقسيم ضرب عين يفرض طبعا تكون تقسيم هذه عين تقسيم اللي هي جذر نون تقسيم جذر نون الناس اللي عندهم آلة حاسبة اشتغلوا معنا بالآلة الحاسبة تقسيم جذر نون طيب سين شرطة عندي سين شرطة عندي 21 سين شرطة عندي 21 نعم 21 زائد أو ناقص هذه زائد مرة زائد ومرة ناقص يا قلت ريتو بيساوي 1.96 يا قلت بيساوي 1.96 مضروبة في ضرب عين اللي هي عين كم عين بيساوي 3 ضرب 3 تقسيم جذر نون اللي هو جذر نون كم نون 64 جذر حيكون 8 جذر 64 تقسيم جذر 64 هذه بالآلة الحاسبة أعملها بالآلة الحاسبة كم تساوي؟ طيب تحسب الآن الحاسبة أحسب المقدار هذا كله كل المقدار هذا أحسبه مع بعض خليه يكون رقم واحد مرة زوده ومرة نقصه نحسب المقدار هذا كله مرة واحدة المقدار المقدار هذا أحسبه مرة واحدة مرة نزوده ومرة نقصه بالآلة الحاسبة هذا ما أنا ما يعني هذا آلة حاسبة بآلة حاسبة حط الآلة الحاسبة هذه 21 بالآلة الحاسبة حط 21 أو خلي 21 بعيد زائد مرة ناقص المقدار هذا هو عبارة عن أنا عندي مقدار قبل شوي قلت المقدار هو عبارة عن 1.96 هذا 1.96 ضرب ضرب ايش ضرب عين اللي هي 3 تقسيم جذر 64 تقسيم جذر 64 طيب هذا جذر 64 كيف الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة حط الرقم هذا هذا المقدار هذا انا عملت عليه دائرة هذا حطه في الآلة الحاسبة كله مع بعض تمام 21 نخليها موجودة معنا هنا 21 هذه 21 زايد مرة ناقص كم المقدار هذا يساوي؟ المقدار هذا يساوي كم؟ كم يساوي؟ بوين 75 بوين كم يا شباب؟ المقدار هذا يساوي كم؟
بوينت 375 شباب قال ساي بوينت ف 7 3 5 بوينت 7 3 5 المقدار هذا مقدار في الدائره هذه شكله انتم هذا المقدار في دائره انا عم في دائره حسب لو كل بالآلة الحاسبة بيساوي بوينت 7 3 5 مره زوده ومره نقصه يعني ال 21 دي مره زودها هذا المقدار زايد ومره نفس ال 21 ناقص هذا المقدار اذا زودناها بصير 21 اذا زودناها بصير 21 اذا زودناها بصير 21 فاصلة 7 3 5 واذا نقصناها تصير 20 20 فاصلة 2 6 5 اذا مرة زودناها ومرة نقصناها كده واضحة كده واضح يا شباب طيب هذا بالنسبة لي تقدير الوسط الحسابي تقدير متوسط المجتمع تقدير متوسط المجتمع طيب الآن عندنا هذا هو التقدير اللي عملته بالحساب اللي هو لا الغارون تسيبه انت بعض مرات انت وحظك يعني بعض مرات بيكون الغارون مخطوب بعض مرات بيكون منك انت لكن انت عشان تخليك في السيف سايد دائما خليك خليك في فترة المنطقة الآمنة حاول احفظ الغارون انت لانه ما بعرف يعني ما بعرف الظروف فانت دائما حاول احفظ الغارون وخليك حفظ الغارون خليك حافظ القانون اذا جاء تمام اذا ما جاء تكون عارف القانون لكن طبعا اغلب الحالات يكون ما في قانون انت تكون حافظ القانون واضح شباب طيب وكذلك تحدثت عن تقدير حجم العينه كذلك تحدثت عن تقدير حجم العينه وقلنا في تقدير حجم العينه غفلنا فيه اللي هو في عينه حجمها مثلا غدرنا حجم العينه للعين قلنا اما ان يكون حجم العينه لوسط حسابي واما ان يكون عينه لنسبه غدرناها بالنسبه وغدرناها بالوسط الحسابي فقلنا يعني اذا كان اعطاك نسبه اذا اعطاك وسط حسابي انا عندي غالون معين الغالون هو كان يعني يقول لك اوجد حجم العينه اوجد حجم العينه العشوائيه اللازمه لتقدير متوسط العمر لعينة من الطلبة إذا كنا نرغب في أن لا يزيد العمر الخطأ عن 2 سنة وبدرجة صغة 95% بفرض أن تمالي الأعمار في المجتمع بيساوي 50 هذه كلها أشياء معطى كلها أشياء معطى أنا عندي اللي هو حجم العينة نون برمز له بالرمز نون هذا حجم العينة رمز نون وهذه النون بيساوي اللي هي ياء تربيع ياء عارفينها طبعا كلنا عارفين ياء كيف انها ثلاثة قيم ياء تربيع ضرب طب ايش ياء تربيع ضرب التباين التربيع اللي هو سميناه بعين حرام معيار تربيع تقسيم تقسيم دال تربيع اللي هو الخطأ تقسيم الخطأ تربيع كله لو لاحظت القانون كله تربيع تقسيم الخطأ تربيع عندي ياء مستوى الصيغة كان 95% إذا ياء حصير كم؟ 1.96 1.96 1.96 تربيع تمام؟ ضرب التباين نعطى عندي مربع اللي هو ضرب 50 ضرب 50 تقسيم الخطأ بحيث أن الخطأ لا يزيد عن كم؟ 2 تربيع اللي هي تصير كم؟ 4 هلا على تقسيم 4 تقسيم 4 بالآلة الحاسبة أعمل هذا المقدار كله يصبح نون بيساوي اللي هي نون تساوي 48 نون بيساوي 48 نعم نون بيساوي 48 طيب الآن أنا أسألك أنت جاوب على هذا السؤال حجم العينة أوجد حجم العينة العشوائية البسيطة لتقدير متوسط عمر الطالب بجامعة الإمام نفس الكلام هذا
تمام، بشرط ان لا يتجاوز الخطا، بشرط ان لا يتجاوز الخطا عن 2، وبدرجه صيغه 95%، وبدرجه صيغه 95%. هذا على فرض ان الانحراف المعياري للاعمال يساوي 5. هذا على فرض ان الانحراف المعياري للاعمال يساوي 5. نفس الكلام غيرنا فيه الانحراف المعياري من التباين، حطينا الانحراف المعياري، قلنا على فرض ان الانحراف المعياري يساوي 5. طيب انا قال لي ما هو حجم العينة العشوائية البسيطة لتقدير متوسط عمر الطالب بجامعة الامام بشرط ان لا يتجاوز الخطأ. الخطأ لا يتجاوز معناه دال، هذه دال، قال بشرط ان لا يتجاوز الخطأ كم؟ 2. طيب ده ثبتنا 2، تمام، بدرجة صيغة 95%. إذا الياء بتساوي كم؟ ياء بتساوي، ياء بتساوي 1.96، تمام، بدرجة صيغة 95%. هذا على فرض أن الانحراف المعياري يساوي 5. إذا عين عين بتساوي 5، عين بتساوي 5. طيب في القانون عندي نون بتساوي، نون بتساوي ياء تربيع، هذه ياء تربيع ضرب عين تربيع، ضرب عين تربيع تقسيم دال تربيع، تقسيم دال، هذه دال تربيع. كل الأشياء عندي معطاة، كل الأشياء عندي معطاة. نعم لو قال تباين ما ردعه، لو قال الحرف العياذ ما ردع، إذا الحالة هذا حرد على 25، حرد هذه 5، كلها في النهاية الحسبة حصير كم يا شباب؟ 24. نعم المجموع في النهاية نون بتساوي 24، نون بتساوي 24، هذه نون بتساوي 24، وبكذا بنقول حددنا حجم العينة المطلوب، نون بتساوي 24. إذا الآن يا شباب عرفنا كيف نقدر نغدر الوسط الحسابي، وعرفنا كيف نقدر نغدر حجم العينة. الوسط الحسابي وحجم العينة، في حد يا شباب عنده فيها أي سؤال؟ الوسط الحسابي وحجم العينة، في حد يا شباب عنده أي سؤال فيها؟ الآن إذا غدرنا الوسط الحسابي وحجم العينة، في حد عنده فيها سؤال؟ ما في سؤال؟ قدرنا حاجتين اللي هو الوسط الحسابي وحجم العينة. لو رجل حاجة غيره؟ طيب بشوف اللي هو هذا بالنسبة للتقدير، قدرنا فيه حجم العينة وقدرنا فيه ايش اللي هو الوسط الحسابي. الآن بالنسبة للتقدير كده عرفنا كيف نقدر هذه النوعين من انواع التقدير، و البابلير في الجزء الأخير اللي هو خاص باختبارات الفروض. وقلنا في اختبارات الفروض عندنا الاختبار خطوات الاختبار 5 حاجات. قلنا أول خطوة نعملها اللي هي الفروض الإحصائية، تحديد الفروض الإحصائية. الخطوة رقم 2 قلنا المستوى المعنوية، وهذا قلنا نعطى. الخطوة رقم 3 القانون. الخطوة رقم 4 اللي هي بنعمل فيها القيم الحرجة، والخطوة رقم 5 اللي هي بنعمل فيها القرار. هذه 5 خطوات أساسية لحل أي مسألة في اختبارات الفروض الإحصائية. طيب قلنا في اختبار الفروض الإحصائية، قلنا في اختبار الفروض الإحصائية خطوات: 1 تحديد الفروض الإحصائية اللي هو الفرض العددي، قلنا في نوعين من أنواع الفروض: فرض عددي وفرض بديل.
فرض عدم وفرض بديل. اثنان اثنان اللي هي قلنا عمل ايش؟ مستوى المعنوية معطى. ثلاثة الغانون. أربعة الغيمة الحرجة. خمسة اللي هي الغرار. طيب ما هي القيمة الحرجة؟ القيمة الحرجة هي القيمة الحرجة هي شباب القيمة الحرجة هي هي التي تفصل بين منطقة الرفض والغبون. نعم هي التي تفصل بين منطقة الرفض ومنطقة الغبون. طيب قلنا في فترة الصغة 95%، فإن قيمة الدرجة المعيارية هي في فترة الصغة 95% فإن قيمة الدرجة المعيارية هي يا شباب في فترة الصغة 95% فترة الصغة 95% فإن يا المعيارية القيمة يا المعيارية هي يا بتساوي يا المعيارية هي 1.96. نعم 1.96. طيب في فترة الصغة 99% فترة الصغة 99% فإن القيمة قيمة الدرجة المعيارية هي 2.58 2.58 هذه مع 99%. طيب في فترة الصغة في فترة الصغة 90% فإن القيمة المعيارية هي 1.65. طيب المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري تساوي المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي تساوي المساحة قربت 68% هذه المساحة محصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي. في المساحة المحصورة بين سالب اثنين وموجب اثنين هي المساحة المحصورة بين سالب اثنين وموجب اثنين في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري هي 95%. نعم هي 95%. طيب في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري المساحة المحصورة بين سالب ثلاثة وموجب ثلاثة هي تسعة وتسعين وسبعة من عشرة. طيب بالنسبة للآخر جزئية قلنا إذا كانت وسيلة الاختبار وسيلة طبعا نسميها ياء المحسوبة بتساوي خمسة والقيمة الجدولية ياء بتساوي 1.96 تمام فإن القرار يكون الغرار الإحصائي في اختبارات الفروض إذا كانت قيمة الاختبار ياء المحسوبة أنا عندي قلت اثنين ياء محسوبة وياء جدولية هذه ياء المحسوبة حسبت أنا كانت بتساوي خمسة وياء الجدولية كانت بتساوي 1.96
كان بالتالي 1.96. فإن القرار هو ها شباب رفض الفرض العددي ولا قبول الفرض العددي ولا رفض الوسط الحسابي ولا رفض حجم العينة؟ رفض الفرض العددي. نحن قلنا يا شباب بنقارن بين ياء المحسوبة وياء الجدولية. أنا عندي اثنين ياء، خلي بالك الكلام هذا مهم جدا، خلي بالك. أنا عندك ياء اسمها ياء المحسوبة، ياء المحسوبة دي بنحسبها نحن محسوبة، تعطيك نقطة. ياء المحسوبة كانت بتساوي مثلا 10، كانت بتساوي مثلا 10، وعندنا حاجة اسمها ياء الجدولية. ياء الجدولية عندها ثلاثة قيم معروفة اسمها ياء الجدولية. نحن نغارب بين حاجتين، نغارب بين ياء المحسوبة وياء الجدولية وياء الجدولية. طيب هذه ياء الجدولية، ياء الجدولية قيمة معروفة، إما أن تكون 2.58 أو تكون 1.95 أو تكون 1.65، واحدة من هذه الرقم حتكون هي قيمة ياء. طيب إذا كان ياء الجدولية مثلا بتساوي 1.96، 1.96، فإن القرار في هذه الحالة هو القرار هو رفض قوال شباب، رفض الفرض العددي. نعم القرار هو رفض الفرض العددي، إن كل ما كانت ياء المحسوبة كبيرة على طول نرفض الفرض العددي. إذا نحن بنرفض على ياء المحسوبة، إذا كانت ياء المحسوبة كبيرة أكبر من ياء الجدولية نرفض فرض العدم. طيب في حد سأل قال إذا كان ياء المحسوبة بتساوي ياء الجدولية، في هذه الحالة برضو نرفض فرض العدم، نرفض فرض العدم إذا بتساويها أو أكبر منها، إذا بتساويها أو أكبر منها نرفض فرض العدم. واضح شباب؟ هذا آخر درس، آخر درس. بيقول هي هذا درس، هذا الدرس الأخير. طيب بصورة عامة إذا كانت القيمة المحسوبة لوسيلة الاختبار ياء المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية، فهذا يعني نعم، هذا يعني قبول الفرض العددي. نعم قبول الفرض العددي، هذا يعني قبول الفرض العددي. يعني نحن همنا كله بنغارب بين حاجتين، يا محسوبة ويا جدولية. إذا كانت هي المحسوبة أصغر بصورة عامة كده، إذا كانت هي المحسوبة أصغر من ياء الجدولية قبول، أما إذا كان أكبر منها أو بتساويها رفض فرض العدم. واضح شباب؟ واضح؟ القرار هذا فيه إشكال، لأنه الأسئلة فيه كثير جدا. القرار هذا فيه مشكلة، فيه سؤال. القرار كيف تقدر تتخذ القرار؟ طيب واضح. قبل ما نعدي من هذه النقطة، عندنا حجم العينة، عندنا حجم العينة يتناسب حجم العينة مع درجة الصغة، يتناسب حجم العينة مع درجة الصغة في التقدير تناسبا. حجم العينة يتناسب حجم العينة، أنا الدير قلت حجم العينة أنا مصطلح بالرمز لون، قلت هذه اللون بتساوي، كانت بتساوي يا تربيع، هذه يا تربيع، هذا مستوى الصغة، يا مستوى الصغة تربيع، قلنا ضرب، قلنا هي هذه ضرب اللي هي عين تربيع اللي هي التباين باعتبار التباين، عين تربيع على دال تربيع اللي هي الخطأ. إذا من هذه العلاقة ممكن أعرف العلاقات كلها. إذا النون حجم العينة يتناسب تناسب طردي، هذا في خط واحد معه، مع مين؟ مع مستوى الصغة، يتناسب تناسب طردي مع مستوى الصغة. تمام؟ طيب حجم العينة مع التباين يتناسب تناسبا، يتناسب حجم العينة مع التباين تناسبا. يا شباب حجم العينة مع التباين تناسب، حجم العينة مع التباين يتناسب تناسبا.
حجم العينة والتباين طردي. كذلك برضو طردي. أما حجم العينة مع الخطأ المسموح به في ثلاثة تناسبا عكسي. نحن من هذه العلاقة واضح المقصود معناه عكسي، هذا عكسي لكن هذا طردي وهذا طردي. واضح شباب؟ واضح شبابنا؟ واضح؟ نعم واضح. هذا آخر لقاء إن شاء الله اليوم، آخر لقاء، الباقي خمس دقائق ونشوفكم إن شاء الله كلكم ناجحين في مستويات متقدمة نتقابل إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله كلكم بالنجاح والتفوق إن شاء الله. طيب بكده بيكون غطينا على يعني اللقاء السابق واللقاء هذا، بيكون غطينا على جزء كبير جدا من المغرب او يعني مرينا على كل المغرب. اذا بعد عندكم اي سؤال حاسين انه في حاجه فيها اشكال ممكن الناس تعملها بعد الخمس دقائق هذه الحاله اللي جايه ان شاء الله. نعم الأشياء المهمة في الدرس الأخير تقدير الوصف الحسابي وتقدير حجم العينة وكيف تقدر تتخذ قرار في اختبارات الفروض، وتعرف أنه اختبار الفروض تنقسم إلى جسمين اللي هي فرض عدم وفرض بديل. تعرف وسيلة الاختبار كيف تقدر تتعامل معها ياء المحسوبة، وتعرف أنه في حجم اسمها ياء جدولية. تعرف انه القيمه الحرجه هي مقصود بها القيمه اللي بتفصل بين منطقه الرفض والقبول. تعرف متى تقبل ومتى ترفض، هذه من اهم الاشياء في الجزء الاخير. استخدام الاله فين؟ استخدام الاله سهل جدا. استخدام الاله اذا بعرف تدخل كل المقياس مع بعض حاول تقسمه. يعني مثلا هنا في حجم العينة هذا عندي رقم، مثلا هذا كان 1.96 1.96 تمام، حطه بين قوسين في الآلة الحاسبة، حطه قوسين واعمل مربع تربيع ضرب، اعمل قوس ثاني عين مثلا كانت 3 حط 3 هذه 3 واعمل برضو تربيع تمام. الأقواس هذه بتحل في مشاكل كثيرة جدا جدا. بالإضافة تقسم على تقول على تعمل قوس للحاجة بتاعتها هذه، هذه مثلا كانت 2 حط 2 وتقسم على قوس في الآلة الحاسبة كل هذا يطلع لك على طول الإجابة. سهلة جدا إن شاء الله. سؤال عن توزيع بوصول. توزيع بوصول من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، تمام، من التوزيعات الاحتمالية المتوقعة. دائما توزيع البوصول بنستخدمه عندما يكون حجم العينة كبير جدا، حجم العينة كبير وفي نفس الوقت اللام النسبة صغيرة جدا. يعني مثلا في البوصول، في البوصول دائما انا بستخدمه عندما تكون مثلا نور كان حجم العينة كان بيساوي مثلا كانت نور بيساوي مثلا 1000 تمام، هذه نور كانت بيساوي 1000 وكان لام بيساوي ولام بيساوي 1 من 1000 اللي هي 1 في 1000 1 من 1 تبقى كده 0.0000 على طول. بمجرد ما وجدتها كده ممكن تستخدم توزيع بوصول. ليش؟ لأن حجم العينة كبير والنسبة صغيرة جدا تمام. إذا كانت النسبة كبيرة جدا، النسبة صغيرة جدا ونور كبيرة جدا استخدم توزيع بوصول. لأن توزيع بوصول أفضل يستخدم عندما يكون احتمال وقوع الحدث ضعيف، ضئيل جدا صغير. قلنا يستخدم في حالة الحوادث النادرة، كلام ذكرنا زمان. قلنا توزيع بوصول يستخدم عندما يكون احتمال وقوع الحدث نادرا. إذن أي حاجة فيها لام صغيرة جدا من الألف، هذه من الألف على طول، ونور كبيرة توزيع بوصول. بيات طوال يسمع له توزيع بوصول، لأنه بعد مرات بيقول لك إذا كان نور بيساوي 1000 ولام بيساوي 1 من 1 فإن التوزيع المستخدم هو توزيع طوال بوصول. طبعا شباب
هو توزيع بوسون. في توزيع بوسون عندنا القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة في توزيع بوسون هي، لو قلت احسب القيمة المتوقعة احسبها كيف؟ القيمة المتوقعة احسبها كيف يا شباب؟ القيمة المتوقعة اللي هي نون بتساوي نون ضرب لام، بتساوي نون ضرب لام، كم تساوي؟ نون ضرب لام هذا كلام الحاسبة، كم تساوي هذه؟ قال بتساوي واحد، الشباب قال بتساوي واحد، الشباب قال بتساوي واحد. طيب لو قلت لك أوجد التباين في بوسون، التباين، التباين كم يساوي؟ ها شباب تباين نفس التقييم، تباين في بوسون هذه خاصية يختص بها توزيع بوسون. يعني لو قلنا توزيع بوسون من خصائص توزيع بوسون فإن القيمة المتوقعة بتساوي التباين، القيمة المتوقعة تساوي التباين. على طول ظهرت القيمة المتوقعة حط طوالي محل التباين. في توزيع بوسون الانحراف المعياري يساوي، ها الانحراف المعياري يساوي الانحراف المعياري هو جذر التباين، الانحراف المعياري هو جذر التباين، وجذر الواحد يساوي واحد، يساوي واحد في هذه الحالة فبرضه يساوي واحد. إذا توزيع بوسون من التوزيعات الاحتمالية السهلة جدا شباب، توزيع بوسون يستخدم عندما يكون احتمال وقوع الحدث بادل، توزيع بوسون يستخدم عندما تكون الام كبيرة النون كبيرة واللام صغيرة، توزيع بوسون عنده غيمة متوقعة هي عبارة عن نون ضرب لام، وتوزيع بوسون عنده تباين هو عبارة عن القيمة المتوقعة نفسها، والانحراف المعياري هو عبارة عن جذر التباين. كده خلص خلاص توزيع بوسون. أي سؤال ثاني؟ أي سؤال ثاني شباب؟ ما في. الأصل في المذاكرة لازم نقول من فين نذاكر. الأصل نحن اتفقنا من البداية المرجع الأساسي هو المادة المسجلة، المادة العلمية المسجلة. نحن ما عملنا حاجة غير إنه شرحنا هذه المادة نفسها. أرجع المادة العلمية المسجلة، مادة فيها كل الأشياء قلنا هذه موجودة. نحن ما عملنا شرح لبعض الأشياء المحتاجة للشرح يعني. طيب إذا الأصل المادة العلمية المسجلة إذا كان مسموعة أو مرئية، بالإضافة إلى الشروحات اللي قدمناها نحن. في مجموعات ما شاء الله متميزة جدا جدا، في مجموعة هنا يعني متميزة عملت هو بيسجلوا كل يوم اللقاء الحي يفرقوه ويرسلوا لكم يعني. هذا برضو عونوا يعني ناس عانوا كثيرا زملائهم. في برضو تفريق قديم أنا أرسلته برضو مجموعة برضو كانت متميزة. هذا كله بيعينكم يعني. هو نحن التحليل عبارة عن تجميع لبعض المسائل تحلها وكل إن شاء الله كل شيء سهل يعني، ما في حاجة صعبة، كل شيء فيه سهل يعني. مجموعة الآن بتابع معانا كل مرة بتنزل وبتحدث البرنامج وبتنزل وبتفرق يعني بصورة جميلة جدا جدا. أنا كل يوم أطلع على هذا التفريغ، إذا كان في تعديل بعدل، ما في تعديل يعني الموضوع ماشي. هذا برضو مفيدكم وبعيدكم كثير إن شاء الله. المادة بطبيعتها سهلة، إذا رجعت للشروحات ورجعت للتفريغ المعمول من الزملاء اللي عملوا معكم وأنا أرسلت لكم بالإضافة للمادة المسجلة، الموضوع إن شاء الله بيكون زينة إن شاء الله. موفقين إن شاء الله، وبيكون معكم العبر المبتدا إلين الاختبار إن شاء الله، بالتوفيق والنجاح وخالف الأمان إن شاء الله. نشوفكم في مستويات مقدمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.